رجعنا لكم مشاهدينا بعد ما سمعنا بعض أو مقتطف من الأهازيج الشعبية الجميلة. والحين مثل ما وعدناكم مشاهدينا أن حلقة كل ثلاث بنعرض لكم طبخات شعبية من المطبخ الإماراتي. طبعا اليوم طريقتنا أو وصفتنا بتكون أو طريقة أو مطبخنا بيكون عن مرق الدياي. بتعلمنا الوالدة أم علي. مساك الله بالخير الوالدة أم علي. مساء النور حبيبتي فديتش، ربي يسلمك. الله يحييك. اليوم طبعا نتعلم مرق الدياي بالطريقة الدياي. القديمة بالطريقة القديمة. نعم نعم. مكونات وايدة. لا 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 بالطريقة القديمة. أيوة يا ريت أجدادنا. نعم. أيوة. شو كنت تحطون قبل؟ شو الفرق بين مرق الدياي قبل والحين؟ لا مرق قبل الدياي شو نسوي؟ بس نسوي له بهارات عربية في البيت. في البيت ما في البيت. لا ما نشتري دقة، بروح ندقة في شو اسمه. أيوة. ونبهر بالدياي ملح ولا قولي شوية بطاطس وحبة واحدة طماط بس. وليش إيه؟ حبة؟ بس مثلا في الفاصل انت ذكرتي ان حبة طماط لين قطيين عيش. ايه قطيين عيش. ودياية يمكن؟ ايه ودياتين. ديايتين. ايه ديايتين. انزين طماطة تكفي؟ هي تكفي. لان شو ما نبغيها وايد غليظة. على الطريقة الأولية. المرق هي يكون هي آخر شيء المرق. هي يكون آخر شيء. لومي اليابس. هي اللومي اليابس نحط فيه. كسرة داخل هذا. ايه. شو اسمه في الصالونة. ون نحمس البصل شويه وبعدين نحط الطماطه الالو بعدين نحط الدياي في الحمسه ونحمسه. هو هذا نحطيه على نار. هذا نراوي المشاهدين طريقه نقدر نقول التتبيله وطريقتها. نعم. نعم. نشوف مثل ما نشوف الحين مشاهدينا. نعم. هاي الدياي. نعم. هاي الدياي نظفتها وقطعتها. نظفتها. نعم نعم. وهذا الملح. هذا الملح. انزين هذه ديايتين صح؟ هاي ديايتين. انزين هذا الملح. هذه طبعا التتبيلة. التتبيلة مثل ما ذكرنا النوايد. وهذا شو؟ هي وهذا البهارات العربية. هذا البهارات العربية. في بعض البهارات الوالدة لها ألوان مختلفة. هي البن الغامج. أيوة الغامج. تحس بهم يحطوا كم نوع كم لون منه. هي. لكن هو لون واحد يعني البهارات العربية. 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 هي البهارات العربية. أصح شيء. تحطي له بهارات. انزين بعد البهارات. بعد البهارات تحطين الكركم. ايوه هذا الكركم. هذا الكركم ممكن ها بكميه بسيطه. اي كميه بسيطه. هي. يعني عشان تستوي توازن البهارات. هي. ايوه انزين هذه التتبيله. هاي التتبيله. الحين شغلات كثيره ونكهات كثيره تضاف الوالده على الدياي. ايوه هي. وايد. لكن التتبيله الاوليه احلى. أحلى. ممكن تكون يعني أخف. أخف. هي أخف على المعدة أخف. نعم. إنزين بعد ما تبلنا. طبعا الوالدة مجهزت لنا العيش الحين. أيوة. هي. العيش الحين مجهزت لنا. عشان الوقت. هاي التتبيلة حبيبتي. إنزين. الحين تبلنا الدياي. تبلنا الدياي. ومن عقبها. من عقبها نحط البصل. البصل. أيوة نشخل العيش. موجود البصل. هي موجود البصل. موجود. هذا العيش حبيبتي. خلص جهز العيش. خلص جهز العيش. هذا العيش جهزناه الحين. وين رحتي عاد؟ ان شاء الله. مجهزه بعد الماي. مجهزه الماي حبيبتي. هذا الماي مجهز. تصفين الماي هي يعني عشان اركب البصل. ايوه انزين هذا البصل. والبصل هذا البصل. كميه كبيره من البصل للوالده صح؟ هي كميه كبيره يعني نقلل الطماط لكن نزيد البصل. نزيد البصل. ايوه انزين ومن بعدها. بعدها نشيط البصل. تشيطينه. نشيط البصل لين يحمر يعني. ايوه من يحمر. حطيتي زيت؟ إيه لا بعد شوي زيت. بعده بدون زيت. بدون زيت. وليش ما يحطون زيت؟ ما يحطون زيت وايد. ما يحطون. لا 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 يسوون شويه ملح يرشونه على البصل عشان لين اللي يلين يعني يحمر فيه هذا. ايوه هي ياخذ بعضه. انزين وبعدين تشب الزيت. انزين والحين هو شي يحمر؟ هي لا بعده بيحمر عاد ويا الزيت. ويا الزيت. هي ويا الزيت. هي. اول شيء نحمسه. اول شيء نحمسه من بعدين زيت. نضيف الزيت. ايوه بعدين نضيف الزيت. هي. ها هذا حبيبتي نحمسه لين ما يحمر. لين ما يحمر. ما شوي يتغير لونه. شوي يتغير لونه. لاني برد حمسه بعدنا ويا الدياي. ويا الدياي. هي. ويا الدياي. انزين ايوه ونقص. ونقص الطماط ممكن ونقص. اللي هي طماطه واحده. طماطة بس طماطه واحده بس تكون كبيره. كبيره هي. تكون كبيره. ها طبعا الديايتين. هذا الديايتين. ايوه وقوطين عيش.
بأي كم بأي نقدر نقول حجم نقص الوالدة؟ حجم ما يشترط مثلا لا تكون لا لا ما يشترط عادي ايوه عادي 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 حبيبتي على حسب لأن هذا كله يعني بيسوي بيتناسق ويا الدياي هي بيذوب بيذوب هي بيذوب هي بيذوب مع المرق انزين الحين عاد على وشك وبعد بطاطس بطاطس هذا كله ويا بعض وكم حبة بطاطا الوالدة؟ واحدة واحدة بس؟ واحدة بس هي أحجام بعد ولا لا أحجام صغيرة؟ أحجام صغيرة أحجام صغيرة أحجام صغيرة انزين أيوه. والزنجبيل نحط بعد زنجبيل شوية عشان نكهة يعني هذا زنجبيل؟ هذا زنجبيل ما تبشرينه؟ المبشور مبشور يعني مخوز من القشر بس احسن كذا ايوه يعني مو بالنا صغار صغار لا 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 صغيره لا لا مو بالنا صغار صغار ايوه كميه كبيره حطيتي الوالده من الزنجبيل لا مو بكبيره شفتي هي وحده قسمتها هي وحده قسمتها ايوه النص هذا النص سويته ممكن عشان ما بشرتيها فعشان هي 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 انزين حطينا الحين الطماط والبصل والبطاط والدياي ايوه انزين والحين نضيف الدياي المتبل هي المتبل ها بتتبيلة بسيطة تتبيلة بسيطة انزين والضوء كيف تكون؟ وهذا حبيبي الضوء تكون خفيفة خفيفة هي الضوء تكون خفيفة خفيفة تكون نحمسه عاد ونخليه على راحته انزين كم دقيقة تقريبا نحركه ونحمسه الوالدة؟ تقريبا يعني قول ربع ساعة ربع ساعة ونحن نحرك ونحن نحرك ونغطي شوي ايوه نغطي لين ما يثور شوي هي لين ما يثور شوي انزين نغطي ايوه ما حطينا شفت فلفل فلفل هذا على حسب الطلب على حسب الطلب الذي يبغى فلفل يحط فلفل ويقطع الفلفل ولا لا يحطها لا بس قطعتين لا قطعتين قطعتين نقسمها يعني بالنص ايه نقسمها بالنص انزين بس قطعتين ايوه فلفل من بعد ما من بعدها نبهر عاد نحط البهارات البهارات قبل الماي هي قبل ما البهارات نفس البهارات اللي حطيتيها في تتبيله الدياي هي بس عاد شو تكون اقل شويه اقل هي لانك اصلا اوريدي حاطه لنا أيوة. على الدياي شويه ملح شويه كركم هذا الكركم هذا الكركم بعد شوي بعد شويه والحين طبعا بهارات عربيه هذه هاي كلها بهارات عربيه بهارات عربيه ايوه انزين لين ما تخلصين لين ايوه الطبخه الوالده اكيد المشتركين يتريون إن شاء اتصالاتنا الله. إن شاء الله. بنرجع لك عاد الوالده ان شاء الله حبيبتي وانت كملي وحطي الماي وخلصي المرق بنرجع لك ان شاء الله في نهايه ان شاء الله الاسئله وناخذ اتصال ونقول يا مرحبا الساع مرحبتين امنه اي معك امنه هلا حبيبي اهلين ايش حالك امنه الحمد لله كل عام بخير وانت بصحة وسلامة ينعاد علينا وعليك تعلمتي الطبخة آمنة؟ عرفتي الأوليين كيف يسوون مرق الدياي؟ ما شاء الله عليها يعطيها الصحة والعافية آمين يا رب آمنة خبرينا شو معلوماتك التراثية؟ والله وسط ما أقول لك يعني أوكي أوكي وسط؟ هي انزين دوري نمشي على سؤال سهل خليك ما أسمع آمنة نمشي على سؤال سهل المشي على سؤال سهل أكيد سؤالك سهل على فكرة وايد سهل بعد السؤال يقول من هي بنت النوخذة بنت النوخذة منو في أسهل منها السؤال آمنة يلا يا آمنة توقيتك بدأ فكرة ما أسمعها سمك الفكرة ما أسمع آمنة سمكة سمكة نوع من أنواع السمك نوع من أنواع السمك إيه متأكدة هي هي اكيد امنه مو بدي اياي اكيد ان شاء الله لا 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 مو بدي اياي والف مبروك يا امنه نسي معانا بألف درهم نقدا من مؤسسه الشارقه للاعلام زائد قسيمه افطار من مطعم صفر طاس زائد قسيمه مشتريات من جمعيه الشارقه بقيمه 500 درهم ما شاء الله اليوم جوائزنا قيمه الف مبروك يا امنه وناخذ سعيد السلام عليك سعيد عليكم السلام حي الله سعيد ايش حالك الله يحييك بخير الحمد لله شو معلوماتك التراثيه بينا اخبار رمضان معك الحمد لله كل شيء تمام كل شيء تمام مستعد للسؤال سعيد اي نعم انزين تعرف شو الخصف الخصف هي في لحم المشوي انزين اللي ينحط فيه اللحم المشوي ايه
انزين اللي هو يلا انزين عاد اشرح هذا اللي نحط فيه اللحم المشوي. الخصاص اللي يطلع من النبات من النخل. هي تمام. انزين نحط احيانا فيه اللحم المشوي واحيانا شو نحط فيه؟ شو نحط فيه بعد؟ هي اللحم المشوي في الاعياد، لكن في الايام العاديه شو نحط فيه؟ الرطب وهالاشياء ثانيه. الرطب صح. وبعد هي بس الرطب هو اناء الرطب. بالفعل صح اجابتك صحيحه سعيد، بالفعل هو الاناء الذي تحفظ فيه التمور. الف مبروك يا سعيد، فزت معنا ب1000 درهم نقدا من مؤسسه الشارقه للاعلام، زائد قسيمه افطار من مطعم صفر طاس، زائد قسيمه مشتريات من جمعيه الشارقه بقيمه 500 درهم. الف مبروك لسعيد. طبعا اعطانا سعيد شرح ما شاء الله. الوالدة خذنا مكالماتنا وأكيد المرق أو الصالونة جهزت تقريبا. يلا جهزت. نشوف الشكل النهائي للصالونة إن شاء الله بمكونات بسيطة الوالدة، ولكن أكيد أن الطعم يكون مختلف عن الطعم اللي الحين نشوفه. أيوة الطعم مختلف. نعم هذه ممكن هاي. ساعد هاي. يا سلام ها. هذه ما شاء الله هبت ريحتها الوالدة. أيوة هبت ريحتها. لو نشوف المرق الحين عاد بتخلطينه. ها هي لازم اول شيء تحثينه شويه صح؟ اي نعم تدمجينه. لازم هي تندمج. ها. بالفعل والده يعني احس ان الخفيفه المرق مو بنفس الحين ثقيله. لا مو بنفس الحين او الناشفه. ها مرقة الخفيفة هي صح. واكثر شيء البصل. اكثر شيء ما شاء الله البصل. يلا ريحتها الوالدة. ايوه ريحتها بهارات عربية. ايوه ناصر شكله يبه من هالمرق. بالعافية والله. هذا اللومي اليابس شوفي كيف. هي مرقة اول هذه صح. هذا اللومي اليابس. وهذا اللومي. هذا اللومي. ايوه هذا اكيد تضفي نكهة خاصة اكيد للمرق. نكهة خاصة وهالديان. والورق وغيره من الورق كله. انتوا حاطين هي المشاهدين يعني قاعدين يشوفون. والوالده طبعا مجهزت لنا العيش. مجهز العيش مجهز. الحين نغرف العيش ونحط صالونه الدياي او المرق. ايه مرق وعلي مرقه الدياي. وهذا العيش. وهذا العيش. وهذا العيش. يعطيك العافيه الوالده ام علي ما قصرتي. الله يخليك. هذا العيش. والله الحين المخرج يقول لك ناصر انه وده يسبح في الصالون الوالده. والله بالعافيه. الريحه شكلها هبت لعدهم. بالعافيه عليهم. يعطيك العافيه الوالده. الله يعافيكم يا رب. الله يخليكم على تواجدك اليوم ويانا ببرنامج النشان وعلى هذه الطبخه. وان شاء الله لنا زيارات نقدر نقول متكرره لاكيد تعريفنا باكلات اخرى ان شاء الله. حبيبتي الله يعافيكم يا رب. مشاهدينا فاصل قصير ولا تنسون الاسم الثلاثي على الرقم 3838 خلكم ويانا.